هنحل دلوقتي number 10 a flask of volume الفوليوم اللي موجود عندي 60 milliliter is filled completely with mercury مليانة لغاية آخرها بالmercury بالزئبق and when its temperature is rises to 80 طبعا completely with mercury at 0 degree هنا درجة حرارة المركري 0 درجة حرارة الزئبق 0 لما تزيد درجة حرارة وتوصل ل 80 about 1.47 gram of mercury is spilled out from the flask as shown in the opposite figure أما توصل درجة حرارة 80 1.47 جرام من المركري هتطلع لبرة هتقع برة الفلاسك دوت زي ما موجود في الشكل calculate the density of mercury at 80 degree عايز يحسب الدنسيتي بتاعت المركري الدنسيتي الكثافة بتاعت الزئبق عند درجة حرارة 80 if the density of mercury at 0 is 13,595 kilogram per cubic meter assume that the volume of the flask doesn't change وبأتنبأ أو بفترض إن الكتلة الفوليوم الحجم بتاع الفلاسك دي بتاعت القارورة اللي موجود جواها الميركري ما بيتغيرش يبقى كده الفوليوم بتاعها ثابت يبقى هنا هو مديني الفوليوم للفلاسك وطبعا دوت الفوليوم بتاع الميركري في البداية HG اللي هو الميركري في البداية والتمبريتشر هنا بزيرو ومديني الرو بتاعته الرو عند الزيرو ديجري اللي هو بكام اللي هو 13,595 كيلوغرام بير كيوبيك متر وقال ان اللي وقع منه الكتلة بتاعته ام بتساوي كام 1.47 جرام ودوت اللي خرج منه طيب يبقى انا هنا عايز احسب الفوليوم بقد ايه وعايز يحسب فين البروبلم calculate the density عايز يحسب الدنسيتي بتاعت الميركري at 90 degree بكم أول حاجة يا نوت لازم أحسب الماس بتاعت الميركري في الزيرو ديجري بقد إيه الماس هنا تساوي الرو at zero تايم الفي الفوليوم الرو 13595 تايم الفوليوم اللي هو 60 ملي لتر طيب 60 ملي لتر اللي موجودة عندي هل يا ترى لازم ان انا احولها الاول للكيوبيك متر عشان اخلي نفس اليونتس موجودة الملي لتر هي نفسها السنتيمتر الكيوبيك سنتيمتر الملي لتر هو نفسه الكيوبيك سنتيمتر يبقى اقدر ان انا احسبه يبقى تايم 10 باور نيجاتيف 6 هيديني كام هيديني 13595 تايم 60 تايم 10 باور نيجاتيف 6 ايكوال يديني الرقم دوت 0.8157 ودي ماس يبقى كيلوغرام يبقى ده كده أول ماس موجود عندي أول كتلة حسبتها أهي طيب يبقى دي كده الكتلة بتاعت الميركري اللي ابتديت بي يبقى أنا عايز أعرف دلوقتي الكتلة بتاعت الميركري اللي فضل عندي في النهاية بعد ما وصلت ل 80 درجة ما أنا قلت إن في 1.47 جرام وقعوا برا
بعد اما وصلت للتمانين. يبقى الماس ريمين ايكوال، الكتلة اللي فاضلة، الكتلة اللي فاضلة بتساوي ايه؟ التوتال ماس اللي هي الام اللي انا لسه جايبها فوق دي ات زيرو، ماينس الماس اللي وقعت عندي هنا. طبعا الكتلة هنا بالكيلو جرام وهنا بالجرام، يبقى لازم احول دي للكيلو جرام، يبقى 0.8157 ماينس 1.47 تايم 10 باور نيجاتيف 3. عشان احول من الجرام للكيلو جرام اضرب في 10 اس سالب 3 هيديني كام؟ يبقى الرقم اللي طلع ده ماينس 1.47 تايم 10 باور نيجاتيف 3 ايكوال، يبقى اللي فاضل عندي 0.81423 كيلو جرام. يبقى دي كده الكتلة اللي فضلت عندي من الايه الميركري. طيب بعد كده بعد ما جبت الميركري الكتلة بتاعته، الفوليوم لسه فاضل زي ما هو بتاع الميركري اللي فاضل، يبقى انا كده ممكن اجيب الرو، الرو بتاعت الميركري at 80 ديجري بتساوي الماس اللي انا لسه جايبها دلوقتي اللي هي remain اللي فاضل divided by الفوليوم اللي موجود عندي، يبقى اللي هو 0.81423 divided by الفوليوم اللي هو 60 تايم 10 باور نيجاتيف 6. طبعا عشان احولها من الملي لتر ل المتر كيوبيك متر هيديني كام؟ يبقى الرقم اللي موجود عندي دوت divided by 60 تايم 10 باور نيجاتيف 6. يطلع 13570.5 كيلوغرام بير كيوبيك متر. يبقى هو ده الرقم اللي موجود عندي الفوليوم الدنسيتي بتاعت الميركري at 80 ديجري. يبقى انا كده قدرت ان انا احسبه، قدرت ان انا احسبه. اوكي كده يبقى احنا خدنا حاجات كتير جدا، خدنا المحاضرة بتاعتنا على الدينستي، عرفنا الفلويدز انواعها التلاتة، الفلويدز انواعها اللي هي الليكويد والجاسز، وعرفنا بعد كده اول بروبرتي بتاعتها اللي هي الدينستي. عرفنا ان الدينستي it is the mass of او mass per unit volume of substance at certain temperature، درجة هو كتلة وحدة الحجم من المادة عند درجة حرارة معينة. عرفنا اليون بتاعتها اللي هي الجرام الكيلو جرام بير كيوبيك متر او الجرام بير كيوبيك سنتيمتر. عرفنا ازاي بنقيسها من خلال التجربة اللي كانت موجودة الاكسبيرمنت او الاكتيفيتي اللي كان موجود عندنا او الفيديو اللي احنا شفناه. بعد كده عرفنا العوامل اللي بتتوقف عليها، وبعد كده عرفنا الدينستي ازاي بقدر ان انا اجيبها لو كان عندي ميكتشر حطيت مادتين على بعض، وبعد كده خدت الريلاتيف دينستي اوف ذا سبستنس، هي ذا دينستي اوف سبستنس ذا ريشيو بتوين ذا دينستي اوف سبستنس اند ذا ريشيو اوف ووتر ات ذا سيم تمبريتشر، هو النسبه بين درجه حراره الماده الى حراره الميه، معلش هو النسبة ما بين كثافة المادة إلى كثافة المية عند درجة حرارة معينة. أوكي.